أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من ورفع بعضهم درجات، ورفع بعضهم ولو شاء الله لقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَقَتَتَلُوا.
ولا
لا تأخذه سنة ولا لا تأخذه سنة
يخرجهم من الظلمات إلى إذ
قال إبراهيم ربي الذي
صدق الله العظيم. فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه، واعلم ان الله عزيز
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل الشيخ ابراهيم عبد العزيز بركات القرية المقيم بالشوكة الحاجر التابعة لمركز ومدينة هشيسان. اما صوت الدور بالفراشة الحديثة الكبرى والمعرض الفني تطلبه الحاج محمد الكفراوي واولاده المقيم بالجنبة. حضرات السادة المعزين الكرام، شكر الله سعيكم جميعا.